غسيل الليرة ده مصطفى كمال أتاتورك أصدقائي. السلام عليكم أصدقائي، النهاردة هناخدكم في جولة في نهار رمضان في منطقة صفاكوي. ماشي، جولة كاملة هنشوف الأجواء في المنطقة ديت والشارع والناس في شهر رمضان المبارك. زي ما انتم شايفين الزحام برضو طبعا، نحن قبل الفطار بحوالي ساعة ونص، زحام شديد جدا في اسطنبول. شايفين البنى التحتية اصدقائي لتركيا، شايفين شكل المواصلات عامل ازاي، يعني حرفيا هم مهتمين بالديزاين ومهتمين بكل حاجه اصدقائي، حتى بشكل الاتوبيسات وشكل الترين وشكل القطار، مهتمين بالديزاين ومهتمين بالبنى التحتيه ايضا. يعني انت واخد بالك، طبعا هنا المكنة بتشحن الكارت من هنا او تشيك تشوف معاك كام، تعرف معاك باقي كام في الكارت. يعني عشان ايه؟ لان في تركيا اصدقائي حتى الكارت ده بتستخدمه في الباص في الترين في اي حاجة، هو نفس الكارت تستخدمه في كل الاماكن. وملحوظة برضو وانت في الباص في تركيا، السواق مش هيرضي يخليك تركب لما تضرب الكارت، لكن في دول اوروبا وفي دولة تانية ملوش علاقة، يعني ملوش علاقه السواق يقول لك اضرب الكارت او دخلت الباص او اي حاجه، لا ملوش علاقه نهائي. لكن في تركيا لا، السواق الباص ممكن ما يركبكش الباص، ينزلك من الباص يقول لك اضرب الكارت بتاعت الباص. هناخد جوله كامله في المنطقه ونشوف الدنيا عامله ايه واحداث رمضانيه. طبعا الوصول لمنطقة صفاكوي بالباص او بالترين، سواء جاي من تقسيم سواء جاي من شيرين البلار سواء جاي من اي حتة، تقدر توصل بالباص. المواصلات هناك قدامك. تابعونا اصدقاء، هناخد جولة كاملة في المنطقة ونتعرف على منطقة صفاكوي ونشوف الاجواء فيها عاملة ايه. طبعا اللي متابعني من فترة، انا جيت المكان ده من سنة تقريبا، سبحان الله، يعني جاي المكان ده صدفة وجاي تاني مرة صدفة، والله العظيم سبحان الله، صدفة عجيبة، يعني صدفة إلهية، تخيلوا والله العظيم صدفة يعني ربانية حرفيا، ان انا ارجع نفس المكان تاني من عند ربنا كده، بدون اتفاقيات بدون اي حاجة، بدون اي حاجة خالص، شيء إلهي كده ما تعرفش ازاي. البلازا دي لما كنت هنا قبل كده كان فيها حاجات كتير غيروها خالص. هناخد جولة في المنطقة ونشوف الدنيا عاملة ايه في منطقة صفاكوي، السوق والشارع والناس. اضربوا اللايك اصدقائي وتابعوا الفيديو للنهاية. المواصلات دي في تركيا رخيصة برضو، شوف الباص عامل ازاي، فخامه برضو.
بس رخيص ده بيكون بعشرة ليرة مش غالي يعني. ناس فترة كتير أصدقائي، ناس فترة كتير جدا.
شافك كيف مرة لك يا شو هذا مش كله هذا مش كله تمام ما فيه Muhabbeti bak bak bir şey söyleyeyim ben söylüyorum sana Bedia ben şimdi bir şey yapmışım sen harika bu iki tane de hala boşuna gitmiş o iki tane halayı da alacakmış. الدنيا هادية لسه زحام اضرب اللايك وتابع الفيديو للنهاية اللي يفتكر من سنة كده او شوية ان احنا جينا المكان دوت اصدقائي صدفة والنهاردة تاني انا جاي صدفة يعني جاي من عند ربنا كده والله العظيم شيء الهي يعني تخيل لما تكون راكب باص وينزلك هنا مثلا تخيل وانت بتعرفش المكان اللي انت اصلا كنت فيه قبل كده صدفة يعني انا جاي هنا صدفة بمعنى صح صفقوية اصدقائي من المناطق اللي هي تعتبر سياحية من الدرجة الاولى ولكن مش غالية يعني مش زي الاستقلال او زي تقسيم او زي كده لا منطقة تعتبر سياحية ولكن الاسعار فيها يعني هنا شوية احسن من الاستقلال وتقسيم المناطق دي نشوف اسعار الخضار عندهم هنا برضو ايه مش عارف ليه الفلفل الاحمر دايما غالي في اي دولة في العالم تلاقيه الفلفل الاحمر اغلى من الاخضر سيفوكوي نهار شهر رمضان المبارك جولة الشارع أجواء طبعا زحمة شوارع تلاقي زحمة وشوارع تلاقي متياسرة شوية لابس 119 لابس اطفال 50 ليرة جكتات 100 ليرة 39 14 حلوة البناطيل دي 14 ليرة 15 ليرة خلينا نعدي الناحية الثانية أحسن بسرعة
مصطفى كمال أتاتورك أصدقائي، برضو التمثال بتاعه في منطقة سوفاكو.